حديث السبعة، حديث أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. يعني طوبى يجي معناها دعاء بالعيش الطيب، ثم عشت قرزن، ثم عشت الليسر، ثم عشت اللهنا، أما ذي الدنيا ثم ذي الأخر. يفكاس النبي صلى الله عليه وسلم أمومي إيوين يتولي العيون فيس أكثر، المي يجي الغشي ترونكيل، خطر الغشي لن غشي شغلي زي الغشي إيوالا ثناكو شغل وكالة الأنباء يسكن ثناكو الرادار يطفي ثناكو ماشي المي عدا سيكاتر فانا ياكو كوكو ماذا يبدا صاشا فركاني ولا شوين الداخل صاشا فركاني أصلا شيء شبحان إيه ولا تو مزرعة إيش حالك فغان إيش حالك شمن وكش من وكذان وقفران وكجوجين وقفران ذيبرو نورمال وكالة الأنباء إن سيدا غفر الإنسان نفسك ثوار إن لم نشغلها بالطاعة شغلتنا بالمعصية سي بوسا زي قرن القبائل أقوذ لعبد ستوفان لعبد ستوفان ستوفان ما عندوش شغل قال لك ماليش ولا شغل شغلي الشيني نخاط ويلهارا لذلك إنك طوبى لمن شغله عيبه هذه هي العيوب الناس عن عيوب الناس وثير أن الله عز وجل اسمك ختم التوراة جايس خمسين مسلين سيدنا موسى شغل إن كونكليزيون خمسة خمسة يجي لا كونكليزيون إن يا موسى خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة فإن عملت بهن نفعك العلم كله وإلا لا ينفعك شيء منه خمسة مسلين ما تطبق طن التوراتك تنفع منت تطبق ضرك تنفع ثم زواروث إن يسكن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة فخزائني مملوءة لا تنفذ أبدا سع الثقة باللي الخزائن نسيذ يا ربي وركفونت ورحفونت ورفنونت ماشي ذاكو في أذيكفو سوء الثقة بلي ربك ترزق ربي يدوى في الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون إلى آخر الآيات كثيرة في سنف إنس لا تخف ذا سلطان خطر سيدنا موسى ضرب وقت فرعون وكذا يحوج شوية الكوراج يحوج فوذ لا تخف ذا سلطان ما دام سلطاني باقية وسلطاني دائم لا يزول أبدا السلطان سيدي ربي وركفو يرى ورغلي يرى ونقصر في ثلاثة لا ترى عيب غيرك محل الشاهد ما دام فيك عيب والمرء لا يخلو من عيب أبدا إن يسو ولا قرأ أستطه الله كان دي الغاشي تعصد كان الغاشي العيوف الغاشي تطل عيوفيه إن يسمو قل عيوفيه خطأ ولا شام ذلو سعر العيف هذا ما كان ما يعنيش أنه واقي براد مذيج النصيحة لا المؤمن مرآة أخيه المؤمن مرآة أخي المؤمن ذي المرين نجماس أنا ينصاح أنا معوان وكذا وكذا ولكن ليكسي في ذاكي ونسعى ليكسي الشغل السي والغشي أكد يفكى رابور ديطايي سبحان الله ما تمديث يكف الدار يكف العرش يكف ذروم إلى آخره يتوك يمانيس يتوك يمانيس صح أنا ذي ذي مانا غلوي العيوف النظ أسين الغشي كن سين عمر من الخطابين يصرح ما الله امرا ان اهدى الي عيوبي اذي رحم ربي امذان ايدي يهذون العيوب فيهم نغلا ذاك يتغنفوا عليه بزاف هي ونوس سيدنا عمر يفقد الصباح يتسزل يتسزل ولا سيد علي سيدنا ولا تسزل يناسي وثنت الغمث قرول يذبعيت ثرول سيد بيت المال ثالغمث قن سلمن ثرول يذبعيت ايماجيني كان امير المؤمنين يتسزل فيرنت الغمث أدخل الناس أقلعوا كذا في كان غدا نور كنا ريزل ماشي كشيني سيدنا عمر يا حسرة الدمار إذين أشو سيدنا علي بن أبي طالب إناس يا أمير المؤمنين أتعبت الخلفاء من بعدك سفرطا وقد يسند فيري سنظ النيفو ما إلا عن ذنك أك عن ذن أذ عيون خطر النيفو علي إلا قادينا مشيني ما إلا واللي نرى مشيني ذاك توجور عيان خطر الغاشية تنتحسبن هاشي مثل اللي ضرى مع عمر يعني دونتو لي كاكو يعيا هذه السعيو كاذرين الفيرس خطر يواستو ريفيرونس
موديل على اي نيفو وعلي ومازال عليا كلمة يردوني على فكرة. إنس يا أمير المؤمنين لقد أتعبت الخلفاء من بعدك، وفعلا أتعب جميع الخلفاء من بعده إلى الآن. إلى الآن يسد عمر بن عبد العزيز صفا يتفض النيفو. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وقال الحديث السبعة.